السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منطلق حرص الجامعة نشر الوعي بمجتمعنا في ظل جائحة فيروس كورونا، قررت كلياتها بعمل لقاءات بما يخص هذه الجائحة. فيسرني أنا والأساتذة الزميلات من كلية العلوم الصحية في هذا اللقاء أولاً أن نعرب عن شكرنا بداية لعميد الكلية الدكتور محمد المحذيف ووكيلتنا الدكتورة بسمة بوقس على دعمهم الدائم لنا، والشكر موصول أيضاً للدكتورة هيا زيدان وكيلة كلية العلوم الصحية للدراسات العليا والبحث العلمي على تعاونها وتشجيعها لنا لإقامة هذا اللقاء. ثانياً، نشكركم حضورنا الكريم على ثقتكم بنا وتواجدكم معنا في هذا اللقاء، والذي أهمية البراهين العلمية في ظل جائحة كورونا. أعرفكم بنفسي، معكم إيناس عبد المجيد معلوماتي. الملك عبد العزيز بجدة، وماجستير جامعة مارشل بالولايات المتحدة الأمريكية. سيكون معنا في الأستاذة إيمان عقاب والأستاذة ماوية باشطح من قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية، فأهلا وسهلا بكم جميعا. قال روائي الخيال العلمي دوغلاس آدمز: لا شيء ينتقل أسرع من الضوء سوى الأخبار السيئة، فتلك لها قوانينها الخاصة. من أكثر الأمور التي يجب علينا تجنبها في هذه الفترة، ولكي نستطيع تجاوز القلق من خلالها، أن نحصل على الحقائق أو الوقائع من منصات السلطات الصحية سواء العالمية والمحلية، حتى نستطيع التمييز بين الحقائق والشائعات، حيث أن الحقائق والوقائع قد تساهم في تخفيف المخاوف على عكس ما تفعله الشائعات. هنا نقول إنه للأسف يسعى كثير من الأشخاص للبحث على شبكة الإنترنت عن معلومات حول فيروس كورونا المستجد لمعرفة تفاصيل المرض والإجراءات المطلوب اتباعها للحماية منه، إلا أن ذلك يجعل أغلبهم عرضة لسيل من المعلومات المغلوطة والشائعات التي قد تعرضهم لخطر حقيقي، خاصة أن المعلومات المؤكدة عن هذا الفيروس لا تزال شائعة. كثير من المنصات التي تتابع هذا الوباء لا تعتمد الدقة في المعلومات التي تنشرها. إلى التحدث عن أهمية البراهين العلمية في ظل جائحة كورونا، الاجتماعي عن هذا الفيروس، وكيف نستطيع التحقق من أي معلومة صحية قد تصلنا، وما هي أنواع مصادر المعلومات. سنبدأ بداية مع الأستاذة إيمان بالتحدث عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات لفيروس كورونا. تفضلي أستاذة إيمان. الصوت واضح؟ يس، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضوركم لقائنا اليوم، وفي ظل الأزمة اللي بنمر بيها أتمنى كلكم تكونوا بخير وفي صحة، وأشكر أستاذة إيناس على المقدمة. معاكم إيمان عقاب، محاضرة بقسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية فرع جدة، بكالوريوس صحية من جامعة سنسناتي في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير صحة عامة من جامعة ديبول بالولايات المتحدة الأمريكية. هنبدأ حديثنا معكم اليوم عن وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في نشر المعلومات الصحية المغلوطة. ف
في البداية حنعرض سر الحاجة لوسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي بالذات. منصات التواصل الاجتماعي بتقدم لنا مختلف الخدمات اللي بتلبي حاجات الناس في ظل هذه الظروف. أولها إن هذه المواقع بتساعدنا على التواصل مع أهلنا وأصدقائنا لأنها لا تعترف بالحدود الجغرافية، وتوفر هذه المنصات أيضاً محتوى منوعاً من الترفيه والتعليم والتوعية والأخبار وغيرها، وأصبحت هذه التطبيقات بديل عن شاشات التلفزيون والراديو في معظم الوقت، حتى أن أكبر وسائل الإعلام أصبحت تعتمد على هذه المنصات لإيصال المحتوى الذي تقدمه لجمهور أكبر. هل يتغير دور وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات؟ الحاجة إلى المعرفة هي دافع قوي لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الحاجة بتزيد مع ازدياد أو مع الأحداث الكبيرة والأزمات. فالأزمات بتولد حاجات مختلفة لدى الناس، منها الحاجة إلى المعلومة والحاجة إلى التضامن. فإحساسنا بأن الأزمة جماعية وأن كل العالم بيمر بنفس ما نمر به وأننا لسنا وحدنا يخفف من وطأة ما نمر به في الوقت الحالي. ووراء هذه الحاجات يقف الخوف. فالمحتوى الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي يتيح ملاذاً آمناً لمن سيطر عليهم الخوف في الأزمات، مثل أزمة انتشار وباء كورونا العالمي COVID-19. فالبعض منا يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن شيء يساعدنا على تخفيف حدة الأزمة كمحتوى ساخر وترفيهي، وقد نندمج ونشارك هذا المحتوى مع الآخرين لإقناع أنفسنا ومن حولنا بأن الأمر ليس بالسوء الذي نتخيله، ولكن كل هذا من الممكن أن يطور الوضع ليصبح خطيراً. تحولت محاولات التخفيف من وطأة الأزمة إلى إنكار وجودها، وهذا يفتح المجال للشائعات ونظريات المؤامرة التي انتشرت مؤخراً بشأن فيروس كورونا. وهناك نوع آخر من الشائعات أو الأخبار المغلوطة اللي بتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتساب، فيسبوك وتويتر، قد ينبع من إحساس البعض بضرورة التوعية بخطورة الأزمة، أخبار وأرقام غير صحيحة، ويوردوا تصريحات مزيفة على لسان مسؤولين وجهات رسمية لا تمت للواقع بصلة. وأيضاً عندنا الحاجة للأمل والرغبة في تصديق أي خبر من شأنه طمأنة الشخص ومن حوله أو رفع معنويات مجموعة بعينها تساعد أيضاً في انتشار الشائعات، مثل الرسالة اللي انتشرت في تطبيق الواتساب من تقريباً شهر أو شهرين عن الخطة النموذجية الموضوعة من قبل وزارة الصحة وعودة الحياة تدريجياً في 28 شعبان، واحتوت الرسالة على معرفة بمرحلة انتشار المرض والشهر أو الأسبوع الذي سينحسر فيه المرض ومن ثم الانتهاء من الأزمة كاملاً. هذا لا يعني بالضرورة جهل المستمع للتفريق بين الشائعات والحقائق، بل هي دليل على أن كمية المعلومات الكثيرة التي تتدفق علينا على مدار الساعة قد توهمنا بأن بعض الشائعات يمكن أن تكون حقيقة. ومروجو الشائعات والمعلومات الملفقة استعانوا ببعض الحيل البسيطة لتبدو رسالتهم صادقة قدر الإمكان وحتى لا نتحقق من صحة مصدرها. فنشرت إحدى المواقع بعض الأساليب التي يستخدمها مروجو الشائعات والمعلومات المغلوطة، مثلاً وضع صورة بجانب المعلومة حتى يعزز من مصداقيتها حتى لو كانت هذه الصورة لا تمت بصلة للموضوع. فمثلاً يضعون صورة الفيروس ومعلومة عن اكتشاف علاج جديد أو لقاح جديد، وتكون المعلومة في الغالب مفعمة بالتفاصيل. اللي يخلي المعلومة إنها تلقى انتشار هي إنها مفعمة بالتفاصيل والكلمات والعبارات الوصفية، ساعات تكون ممكن علمية وطبية، وفي بعض الأحيان ممكن يتطرقوا للقصص الشخصية، وتضاف إليها معلومات شائعة أو اسم جهة شهيرة مثل هيئة طبية معترف بها كمنظمة الصحة العالمية أو مركز جون هوبكنز الطبي لإقناعنا بالأكذوبة. وأيضاً قد يعزز تكرار العبارة نفسها سواء في النص أو في عدة رسائل من المصداقية،
فكلما تكررت المعلومة على صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي زادت سهولة انخداعنا بها، حتى لو كانت الشكوك تساورنا في البداية في مدى مصداقيتها. من يصنع الأخبار الزائفة؟ نشر موقع البي بي سي مقال يختصر أنواع الأشخاص وراء اختلاق الشائعات والمعلومات الكاذبة، ولخصها في 7 أنواع. النوع الأول وهو الهزلي كثير المزاح، يمكن لشخص نشر خبر مضحك وخبر غير صادق، ويمكن أن يصل لبعض الناس على أنه حقيقة، ومثال على ذلك قصة الخفاش الذي قام بتناوله مريض رقم زيرو أو الحالة رقم زيرو في الصين الذي أدى إلى نشر الوباء، ونلاقي الخبر انتشر عند كثير من الناس حتى أن بعضهم بدأ يروج ليش ما حط مثلا زنجبيل أو ليمون حتى يقضي على الفيروس قبل ما يأكل الخفاش. النوع الثاني من الأشخاص هم الذين هم المتحايلون. المتحايلون هم اللي يستخدموا المرض لمثلاً أسباب شخصية أو لأهداف شخصية، زي ما شفنا في الأخبار إنه القبض على أشخاص ادعوا إنه عندهم علاج لكورونا أو وجود لقاح للمرض، وبعضهم أيضاً وصل المرحلة إنه يجمع تبرعات لمساعدة المتضررين من الوباء، وكل هذا فقط للتحايل على الناس. النوع الثالث وهم السياسيين، قد تصدر المعلومة المغلوطة عن السياسيين بقصد أو بغير قصد. من أشهر السياسيين في أزمة كورونا الذي صرح بتصريحات كثيرة هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ونظريته في حقن المرضى بالمنظفات الكيميائية لعلاجهم من المرض أو تعريضهم للأشعة فوق البنفسجية. في الوقت الذي أغلبنا استهزأ بهذه التصريحات حصلت حوادث، مما دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات صحية دولية ومحلية للمسارعة لنشر بيان تحذر الناس من محاولة تطبيق ما اقترحه الرئيس ترامب. النوع الرابع من الأشخاص هو المؤمن بنظرية المؤامرة، وهذا النوع لم يكتفي بالقول إن الفيروس هو حرب بيولوجية أصدرتها الصين أو بيل جيتس، بل وصل لإنكار وجود الفيروس من أساسه لأسباب شخصية، ممكن تكون إنه يعرف ناس تعالج من المرض في أقل من 14 يوم، أو ما لم يقابل أحد أصابه المرض فيوصل لإنه إنكار وجود الفيروس وهي مجرد خزعبلات منتشرة. أو نظرية أخرى ادعت أن فيروس كورونا انتشر عبر شبكة اتصالات الجيل الخامس المعروفة بال5G، وانتشار هذا الخبر أدى كثير من الناس لتصديقه، ونتجت عدة حوادث في إحراق أبراج شبكات الاتصالات في بريطانيا، وهذا أدى منظمة الصحة العالمية لتنشر بيان تكذب فيه النظرية. النوع الخامس وهو الخبير، والخبير يعتبر الأخطر للثقة العمياء بكلامهم في أكثر الأوقات. لما يجينا خبر من شخص خبير أو ينتمي لإحدى الدوائر المختصة، فأكثرنا يصدق الخبر من غير التأكد من صحة أقوال ومعلومات هذا الخبير. ومثال على هذا النوع الأطباء، فيصلنا تسجيل صوتي أو فيديو أو الطبيب طلع ممكن في التلفزيون أو صور نفسه في المستشفى ينصحنا بالغرغرة أو أخذ مكملات غذائية محددة بجرعات معينة للوقاية من المرض، وبعضهم وصل به الأمر على أنه يعطي معلومات مغلوطة عن توفر لقاح وعلاج، وبعضهم أيضا استخدم الإحصائيات لفبركة أو لإيصال المعلومة اللي يبغى يوصلها. النوع السادس وهم الأقارب، أحد أبرز وسائل انتشار المعلومات المزيفة هي مجموعات الأقارب عبر مواقع التواصل، والأشهر هو الواتساب. تصل رسالة مزيفة إلى أحد أفراد العائلة كالأم أو الأب الذين قد يشككوا في محتواها، ولكن يرسلوها لأفراد العائلة في خطوة احترازية، ماذا لو كان الأمر صحيحاً، هو تحذير على كل حال. وأيضاً الجيران بيستخدموا طريقة برضو للحماية، إنه بيوزع وصفة تشفي من كورونا متكونة من الثوم والليمون والزنجبيل، وهذا كله عشان حماية لجيرانهم من المرض. النوع السابع هم المشاهير،
المشاهير هم وسيلة تساعد في نقل الشائعات بسرعة مرعبة، لأن حسابات المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ عدد متابعيها بالملايين، ونقل المشهور لخبر يكسبه مصداقية. فنشوف أكثر المشاهير من سوى مقابلة مع الوالدة، إيش هو علاج السابقين، عسل وحبة البركة، تقيكم، إحنا أيامنا ما كان في كورونا وهذه الأمراض، فبيوصفها على إنها يعني لملايين الناس عنها حاجة صحية، وهي لا تمت الواقلة ولا يوجد أي مصداقية فيها. وممكن نشوف كمان مشهور يستضيف خبير ليقوم بتصوير مقطع يشرح فيه متى ستنتهي جائحة كورونا، ويستخدم مختلف المصطلحات التي لوهلة تقنعنا إنها طبية. وأيضا عندنا بعض المشاهير اللي أعلنوا لجهاز لفحص كورونا، ومشاهير أعلنوا برضو عن استخدام الغرغرة والليمون وكل هذه الأشياء التي غير مصرح بها من الجهات الرسمية. هذا كله يؤدي بنا إلى سؤال: هل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة والمزيفة؟ في بحث تم نشره في 15 أبريل في مجلة سيج للأبحاث، أشار الباحثون في علم الاجتماعيات أن منظمة الصحة العالمية لا تواجه فقط الخطر الصحي لوباء كوفيد-19، بل تواجه انتشار وتفشي كمية من المعلومات الصحيحة والخاطئة عن المرض، أو ما أسموه إنفوديميك على وزن بانديميك. وأوضح الباحثون أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تنشر فقط المعلومات المستندة والقائمة على الدلائل والبراهين العلمية، بل ساهمت في نشر المغلوطة منها من غير فحص للمحتوى المنشور. وأدى أيضاً إنه الأبحاث الشحيحة التي تبين كم عدد المعلومات الغلط التي أو الخاطئة التي نشرت في هذه المواقع من بداية الأزمة إلى الآن، فإننا ما نعرف كم عدد المعلومات اللي انتشرت. وأيضاً في مجلة الطب الوقائي والصحة العامة نشر بحث بعنوان تأثير الشائعات على مرض كوفيد-19 في وسائل التواصل الاجتماعي. وجد الباحثون أن الجائحة لم تسبب تحديات كبيرة للأنظمة الصحية في أنحاء العالم، بل أيضاً كانت في تحديات في إيصال المعلومات، لأن أغلب الناس متمسكين بالشائعات والخدع والأساطير والمعلومات المضللة فيما يتعلق بسبب المرض ونتائجه والوقاية منه والعلاج. انتشار هذه المعلومات الخاطئة أخفى أو يساهم في إخفاء السلوكيات الصحية، فما نشوف كثير ناس يتبادلوا معلومات غسل يد البس مثلاً كمامة عشان لا تعدي غيرك، أو هذه الرسائل أو السلوكيات الصحية، بل انتشرت عندنا أكثر اللي هو أشرب فيتامين سي، وهذه المعلومات اللي هي ممارسات خاطئة ما لها أي صحة، اللي ممكن تزيد من انتشار الفيروس وتؤدي في نهاية المطاف إلى مشاكل صحية من الممكن أن تكون خطيرة لا قدر الله. لمعالجة هذه المشكلة أشار الباحثون بإزالة أي معلومات لا تستند لأدلة علمية من جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم شفنا أخبار عن شركة فيسبوك وتويتر وأعلنوا عن مساهمتهم تصدي للشائعات بحذف المعلومات المزيفة والحسابات اللي بتروج للمعلومات المزيفة، وأيضا طالبت المشتركين بأخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن هذه المعلومات. وفي نهاية كلامنا عن وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة لي وللجميع: لنكن على مستوى من الوعي والمسؤولية في التصدي لأزمة المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل نشر أي خبر يصلنا يجب علينا التأني والتفكر والتحقق من صحة مصادرنا، وفي حين عدم معرفة المصدر فالأفضل أننا لا ننشرها لغيرنا، ودائما يجب علينا التحقق من الحقيقة. مثلا أني صورة محطوط فيها شعار وزارة الصحة، لازم أتأكد من الموقع الرسمي لوزارة الصحة على وسائل التواصل هل تم نشر هذه الصورة أو لا، أو الفيديو أو أي شيء. والآن راح ننتقل للجزء الثاني في لقائنا، لنتعرف على كيفية التحقق من المعلومات اللي بتصلنا يوميا، وراح تقدمه أستاذة ماوية. تفضل أستاذة، معك المايك. شكرا لك أستاذة إيمان. صوتي واضح؟ أيوة واضح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب يومكم جميعا. معكم أستاذة ماوية باشفطح، محاضرة بقسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية، حاصل على بكالوريوس صحة المجتمع وماجستير صحة عامة من جامعة جورج ميسن في الولايات المتحدة الأمريكية. راح أتكلم اليوم عن كيفية التحقق من المعلومة الصحية اللي بتوصلنا وكيف نعرف إنها صحيحة وموثوقة. بالوضع الآن في جائحة كورونا صرنا نسمع ونقرأ معلومات علمية من مختلف المصادر، توصلنا من رسائل في الجوال أو الأحاديث بين الأهل والأصدقاء، وهذه المعلومات تنتشر بين الناس بسرعة وبدون التحقق والتأكد من صحتها، فهذا يسبب أولاً انتشار للشائعات، وثانياً يسبب تضارب في المعلومات وقلة الثقة في تصديق أي معلومة علمية وعدم قبولها بشكل عام حتى لو كانت فعلاً صحيحة. خلال هذا الجزء سوف أذكر باختصار عن كيفية البحث بشكل صحيح لأي سؤال علمي، زائد راح أتكلم عن المصادر العلمية الخاصة بالصور والفيديوهات وكيف نضمن إنه هذا المصدر اللي وصلنا صحيح وموثوق، وأخيراً راح أذكر الأمور اللي بنتفاداها مفروض خلال البحث. طيب، قبل كل شيء، هناك محركات بحث كثيرة معروفة بين المجتمع مثل yahoo.com وبينج وask.com، ومن ضمنها والأكثر استعمالاً هو محرك البحث جوجل، وهو أسهل طريقة بحث تستخدم من قبل الأشخاص. عند البحث في أي سؤال علمي ونستخدم محرك البحث جوجل، هناك طرق يجب أن نتبعها في كيفية معرفة المعلومة والتحقق من صحتها خلال فترة عملية البحث. أولاً، يجب الاعتماد دائماً على الدخول للمواقع القوية مثل مواقع المنظمات الصحية WHO, CDC والFDA، والمواقع الأكاديمية أو مواقع الجامعات، أو مواقع تحتوي على بحوث علمية معمولة من قبل باحثين، مثال على ذلك PubMed. ثانياً، يجب أن تكون البحوث العلمية حديثة وجديدة، يعني من بين 5 إلى 6 سنوات تقريباً. هذا الرقم من 5 إلى 6 سنوات يعتمد على من شخص لآخر، ويعتمد أيضاً على التكنيك أو الطريقة التي تتم فيها البحث، وأيضاً يعتمد على الهدف من البحث. ثالثاً، عند الدخول للمواقع يجب أن نتأكد من نوع الدومين للويب سايت. ماذا أقصد بالدومين؟ الدومين هو الجزء اللي يكون بعد النقطة دوت شيء، يعني .com .edu .org. وبالنسبة لهذه الدومين لها ترتيب معين من ناحية القوة، وترتيبها مع التعريف راح أذكره الآن. فعندنا .gov، هذا خاص بالgovernmental websites، المواقع الحكومية مثل مواقع الوزارة وغيرها. ثانياً، عندي .org معناته أنه للorganizations، المواقع للمنظمات الربحية والغير ربحية، وأيضاً في مواقع خاصة، في منظمات خاصة ومنظمات أيضاً حكومية. ثالثاً، .edu educational website، يعطى بالأغلب للمواقع الجامعات تقريبا جميعها، وأيضا المؤسسات التعليمية. رابعا .network .net، جاية من كلمة network، وهذا الدومين خاص بالمواقع اللي خاصة لها شبكات معينة مثل تطبيقات الويب والألعاب وغيرها من المواقع اللي تحتاج برمجة من نوع معين. آخر شيء واللي هو معروف ومستخدم في أكثر من قبل المنظمين المواقع هو .com، معناته commercial، المواقع التجارية اللي لها دور معين في أنها تعرف الشخص بأنه هذا الموقع أو هذا الويب سايت خاص بالإنترنت بشكل عام. وطبعاً هذا النطاق يستخدم من قبل جميع المنظمين للويب سايتات. هذا الترتيب غالباً يعتمد من قبل الجامعات لأنه يساعد في عملية البحث العلمي للباحث وأيضاً للطالب بشكل عام. وأول 3 domains اللي هي .org, .edu .gov تعتبر الأفضل والأقوى في كيفية إيجاد معلومة صحية موثوقة وصحيحة. طيب، راح أذكر الآن مثال سريع وبسيط. لو دخلنا لمحرك البحث جوجل وبدأنا نبحث في سؤال معين مثل ما هي شائعات كورونا، راح نشوف هنا في العرض أنه أول موقع عندنا هو موقع المنظمة
العالمية، ونشوف الدومين INT. INT اختصار ل International Treaty Based Organizations، معناته هذا الدومين يعطى للمنظمة العالمية ويحتوي على معلومات صحيحة وموثوقة. ولما ندخل الـ WHO.INT لقيت المعلومات بالشعار بالعربي، عشان كده أعطى الدومين INT. في هذه الصورة نشوف ثالث ويب سايت عندنا yom7.com. في هذا الموقع لا يعتبر مصدر موثوق، لأنه أولا الدومين عندنا .com، ثانياً اسم الموقع لا ينتمي إلى دائرة حكومية أو تعليمية، والأفضل إنه الواحد يدخل لهذا الويب سايت ويتأكد بنفسه إنه ما يحكم من خارج من صفحة جوجل. بعكس أول ويب سايت وثاني ويب سايت، الأول واحد يعتبر للدوائر الحكومية وثاني موقع خاص بمنظمة الأمم المتحدة United Nations، وهذا برضو يعتبر موقع قوي. هذا كان توضيح بسيط في كيفية اختيار المواقع الموثوقة والصحيحة. طيب، وهذه الطريقة أيضاً اللي ذكرتها من قبل شوي، نفس الطريقة دي تستخدم أيضاً في للتحقق من مصداقية المعلومات اللي تجينا من ناحية الصور والفيديوهات. فبالنسبة للصور والفيديوهات العلمية، ينصح قبل تداولها أنك تتأكد أنها صحيحة وموثوقة. كيف؟ أولاً يجب أن نعرف مصدر الصورة أو الفيديو، من هو الشخص المسؤول أو من هو المؤلف. بعدها إذا عرفنا مين الشخص أو مين المؤلف، نبحث عن هذا الشخص أو هذا المؤلف أو هذا المصدر ونعرف من أي جهة جاي. أيضاً إذا كان المحتوى علمي بحت في الصورة أو في الفيديو، نبحث عن شعار خاص بجهة حكومية أو جهة تعليمية ونقرأ عن هذا المحتوى أو الفيديو ونبحث ونسأل نفسنا هل هو مفهوم، هل له هدف معين هذا الصورة أو هذا الفيديو، يكون لازم يكون هدف واضح. بعدها نشوف طبيعة الموقع اللي جت منه الصورة أو الفيديو، هل هو .com, .org أو .edu، يعني يعتمد على الصورة ويعتمد على الموقع. ونتأكد أيضا من تاريخ الإنشاء أو الإصدار، هل هي حديثة ومتى أصدرت. آخر نقطة راح أتكلم عنها بالنسبة لكيفية التحقق من صحة المعلومة ومصدرها، إنه ما هي الأمور اللي مفروض إننا نتفاداها ونبتعد عنها خلال البحث على المعلومة صحيحة ونضمن إنها تكون موثوقة. أولاً وأهم شيء الموقع ويكيبيديا، هذا الموقع يعتبر من أضعف المواقع للمعلومات العلمية الصحيحة الموثوقة، لأنه معلوماته تكتب من قبل أشخاص ويدخل فيها بعض الأحيان آراء الآخرين ويدخل فيها بعض الأحيان المعلومات من الآخرين، فهذه المعلومات غالباً ما تكون مثبتة من مصادر موثوقة. ثانياً نبتعد عن لوح المناقشة أو الديسكشن بورد اللي تكون فيها برضو الناس وأيضا معلومات نحتاج أن نبحث عنها عشان نتأكد أنها موثوقة وأنها صحيحة. ثالثا نبتعد عن المنتديات، أي أيضا لأنها تحتوي على آراء الناس، وأيضا مفروض أن نبتعد عن بعض وسائل الإعلام الغير موثوقة، وخاصة بعض وسائل الإعلام اللي يكون هدفها فقط الشهرة أو السباق لنشر المعلومة أولا. خامساً، التعليقات الموجودة في بعض المقالات قد تحتوي على معلومات صحيحة، لكن يجب أن نبحث ونتأكد قبل ما ننشرها بأي وسيلة من الوسائل. مثلاً في هذه الصورة في العرض تبين أنك لما تنشر معلومة غير مثبوتة علمياً وليس لها مصدر واضح، قد تسبب التباس في المعلومات وانتشار الشائعات بسرعة، وبالتالي قلة البحث من قبل الناس وكثرة الكلام بين الناس. أخيراً وليس آخراً، لا ننشر أي معلومة حتى نبحث ونتأكد، ولتكن هذه مسؤوليتنا في مجتمعنا بشكل خاص وأيضاً في بلدنا بشكل عام. والآن بعد ما عرفنا كيفية التحقق من صحة المعلومة، ننتقل لزميلتنا أستاذة إيناس. شكراً لكم وتفضلي يا أستاذة. شكراً لك يا أستاذة ماوية.
شكرا أيضا لأستاذة إيمان على كلامكم عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف نتحقق من أي معلومات قد تصلنا. هتكلم الآن على ما هي أنواع مصادر المعلومات. زي ما أنتم عارفين، مع ازدياد أعداد المصابين بهذا الفيروس واتساع الرقعة الجغرافية للمناطق التي تم تسجيل الإصابة بها، تزداد كمية المعلومات المضللة والشائعات عن هذا المرض، خاصة زي ما ذكرت أستاذة إيمان على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي هذا الجزء سأذكر عدد من المواقع التي تعتبر موثوقة في التعامل ونقل المعلومات الطبية. فمن ضمن هذه المصادر عالمياً منظمة الصحة العالمية اللي هو الـ World Health Organization الـ WHO يوضح موقعهم الكثير من المعلومات حول فيروس كورونا والأخبار التي تخص المرض. ثانياً عندنا موقع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الـ CDC، فيه دليل شامل حول هذا الفيروس التاجي. ولا ننسى أيضا موقع منظمة الغذاء والدواء الأمريكي FDA، فيه تجدون أحدث المستجدات والمعلومات عن COVID-19 أو COVID-19. هنا زي ما تشوفوا في شاشة العرض بعض من المفاهيم المغلوطة المتداولة بين عامة الناس، وكيف أنه منظمة الصحة العالمية صححت هذه المفاهيم بالرد والشرح في صور بسيطة وموجزة. زي مثلاً بعض الناس تقول أنه غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي قد يقي من العدوى بفيروس كورونا، فردت منظمة الصحة العالمية. وأيضاً أنه تناول الثوم في يساعد على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، أيضاً صححت هذا المفهوم المغلوط منظمة الصحة العالمية على موقعها بصور بسيطة موجزة، بحيث أنه جميع فئات المجتمع تفهمها. أيضاً من ضمن أنواع مصادر المعلومات نذكر خليجياً موقع وحساب تويتر لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما هو موضح في الصور. من بداية الأزمة هم بيعملوا مثل الفيديوهات وصور توعوية بشكل لطيف حول فيروس كورونا، سواء من معلومات أو تصحيح مفاهيم مغلوطة وإرشادات أيضاً للحماية والوقاية من هذا الفيروس. فلو حضرتم تدخلوا على حساب تويتر لديهم، الكثير من الفيديوهات والصور اللي مشروحة بطريقة بسيطة بحيث أنه تسهل عليكم فهمها. وأيضاً نذكر من أنواع مصادر المعلومات محلياً وفي المملكة العربية السعودية المتصدرة هي موقع وزارة الصحة، فيه الكثير من المعلومات اللي نحن نحتاجها حول الفيروس، ويوجد أيضاً دليل توعوي كامل عنه. ولا ننسى أيضاً أن هناك رقم موحد اللي دائماً وزارة الصحة تقول لنا عنه للمساعدة اللي هو 937، دائماً موجود بالخدمة على مدار الساعة، يليه الخدمة التفاعلية والرد الفوري على الواتساب من مركز الصحة كما هو موضح في الصورة. لدينا أيضاً المركز له دور مهم في الوقاية من الأمراض المعدية التي تهدد الصحة العامة، المتابعة المستمرة لعدد من الحالات المصابة وتقييم المخاطر وتفعيل البرامج والخطط والقضاء على هذه الأمراض المعدية ومنها COVID-19. لا ننسى أيضا موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء، والذي يعتبر مصدر موثوق في معرفة المعلومات الرسمية حول التصدي لهذا الفيروس. إني أتكلم لهم الهادف في تعزيز الصحة العامة، والذي يوفر خدمة البحث عن الأدوية وبدائلها المعتمدة، ويتيح أيضاً للمستخدمين الاطلاع على التنبيهات والتحذيرات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
أيضا سأذكر عدد من التطبيقات الصحية التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة والمنصات المساندة في الآونة الأخيرة ضد مواجهة فيروس كورونا. مثال عندنا تطبيق موعد كما يظهر في الصورة، يساعدك وبسهولة على عمل التقييم الذاتي لحالتك ما إن كنت تحمل الأعراض أم لا. زي ما أنتم شايفين في ثاني صورة السهم موجه للتقييم الذاتي، فهذا سكرين شوت للتطبيق عندي وباسمي داخلة برقم الهوية. أيضا يوديك على صفحة أخرى اللي هي الإقرار للمستخدم. وعلى فكرة التطبيق هذا كشف العديد من الحالات المصابة، حيث يؤكد متحدث الصحة الدكتور العبد العالي يوميا على أهمية التقييم الذاتي لما فيه من الشخص وذويه. تطبيق تطمن أيضا عندنا من التطبيقات اللي صحة يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين على العزل الصحي أو الحجر الصحي، بما يضمن سلامتهم وتعافيهم. أما تطبيق توكلنا كما ترون في الصورة يمكن المواطن أو المقيم من مشاهدة حالته بالنسبة لحظر التجول وطلب إذن الخروج والتبليغ عن حالة مشتبه بها لتتم خدمتهم بشكل صحيح أو أي مساعدة خلال فترة حظر التجول. آخر تطبيق وهو تطبيق صحة أطلقته أيضاً وزارة الصحة، يهدف إلى توفير خدمة الاستشارات الطبية إلكترونياً، وهذا كثير حالياً في الآونة الأخيرة إحنا نحتاجها. يتيح التطبيق لمستخدميه الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في كافة التخصصات الطبية. وأخيراً زي ما قالوا الأساتذة الزميلات، ننصح ونكرر بأن نتجاهل وأن نأخذ المعلومات مصادرها الصحيح، عدم تناول معلومات مشكوكة خاصة في الأمراض بشكل عام، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة القلق والخوف، أيضا من عقوبات مقررة من قبل وزارة الداخلية بحق المخالفين. صورة توضح العقوبات اللي نشرتها وزارة الداخلية. يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تداولها بغرامة لا تقل عن 100,000 ريال ولا تزيد على 1,000,000 ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن ولا تزيد على 5 سنوات. لا يسعني في الأخير إلا أن نشكركم لحسن استماعكم لنا لهم، ونقول كلنا مسؤول ربنا غدا. نسأل الله أن يزيل ويرفع عنا وعن الأمة الإسلامية أدمع هذه الغمة ويحمينا شر هذا الوباء. نتمنى أنكم استفدتم من هذا الموضوع، وفي حال لديكم أي من الاستفسارات نرجو منكم التواصل على البريد الإلكتروني لوكالة شؤون الطالبات بالجامعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، شكرا لكم، بارك الله جهودكم أستاذة ماوية وأستاذة إيمان وأستاذة إيناس، كان اللقاء جدا مفيد، وشكرا للحضور الكريم تشريفكم لنا، وشكرا كمان طبعا لكلية العلوم الصحية لتعاونها مع وكالة الجامعة لشؤون الطالبات في إقامة بعض اللقاءات في سلسلة اللقاءات التوعوية. شكرا للجميع، أهلا.